مصر تؤكد رفضها سياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي تتبعها إسرائيل، وتشدد على أن الاحتلال هو المسؤول الوحيد عن الكارثة التي يواجهها قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على غزة، وأكثر من 80% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في القطاع تخرج عن الخدمة. شكري يترأس وفد مصر باجتماع مجلس جامعة الدول العربية ويحذر من غبة تصعيد الجانب الإسرائيلي على المنطقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. مواقف مصر واضحة وثابتة في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان الغاشم على قطاع غزة، وهي مواقف لا تقبل التأويل أو المزايدة. ومن هذا المنطلق أعادت مصر التأكيد مجددا على تحميل سلطة الاحتلال مسؤولية الأزمة الإنسانية في القطاع، رافضة بشكل قاطع سياسة تغيير الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددا على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا. جاء هذا التصريح تعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة. واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائق الشاحنات لمخاطر محدقة هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر. واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من 7 أشهر، وراح ضحيتها أكثر من 35,000 مواطن أغلبهم من النساء والأطفال. كما طلب وزير الخارجية إسرائيل بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. يعني بداية حينما نتحدث عن الموقف المصري الواضح بشأن الوضع الحالي عند معبر رفح والبلبلة من الجانب الآخر التي تسعى إسرائيل لإقناع الرأي العام الدولي بها بشأن الحقيقة على أرض الواقع، كيف تقرأ الموقفين المصري والإسرائيلي؟ بداية هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إسرائيل لي الحقائق والحديث عن أن مصر هي التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إذا تذكرنا في محكمة العدل الدولية عندما قدمت إسرائيل ردها على الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا، قال
المندوب الإسرائيلي بوضوح حينها أن مصر هي التي تمنع إدخال المساعدات، رغم أن مصر هي التي تفتح معبر رفح منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتتولى المهمة الأكبر فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع. تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم بأن مصر هي التي تقع على عاتقها منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة ينافي الحقيقة تماما، خاصة مع السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعمر وهما يخالف القوانين والاتفاقيات المبرمة، ومنها اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 والتي تقضي بأن تكون سلطة على المعابر بين مصر والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي كدور مشرف أو إشرافي، وقد تجاوزت إسرائيل هذا الحق بسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهي التي تمنع تماما إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الموقف المصري موقف واضح وصارم برفض فرض أمر واقع يتعدى الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين وبما يقوض حقوق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي ترفض مصر أن تكون هناك سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعلى إسرائيل أن تقوم بمسؤولياتها وأن تطلع بدورها وبأصفها القوة القائمة بالاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع من خلال المعابر الأخرى التي تربط قطاع غزة بالأراضي المحتلة. نعم، طب إلى أي مدى بتظهر البيانات الإسرائيلية الأخيرة التخبط داخل دوائر صنع القرار في حكومة الاحتلال؟ بالتأكيد هناك العديد من الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية وخاصة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في داخل إسرائيل. المستوى لا توجد أهداف واضحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وحتى مع شن عملية عسكرية في مدينة رفح لم تكن هناك أهداف واضحة لهذه العملية. تكبدت القوات الإسرائيلية على الخسائر بل وعادت أدراجها مرة أخرى إلى شمال القطاع مع عودة حركة حماس ومقاتلي حركة حماس للعمل من خلال المدن التي كانت تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما أظهر الإخفاق الإسرائيلي الواضح في التعامل الميداني في قطاع غزة، بل وأن المدن التي كانت تسيطر عليها إسرائيل وأعلنت أنها سيطرت عليها بالفعل عادت بتشن عمليات عسكرية عليها مجددا مثل مخيم جبيلية وحي الزيتون، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع عملياته في مدينة رفح على عكس التحذيرات الدولية المتواصلة. كما ذكرت يبدو أن توسيع هذه العمليات إلى الآن لم يحقق أي أهداف مرجوة من قبلهم. الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان إن أكثر من 80% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة قد خرجت عن الخدمة كنتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضاف أبو رمضان أن الوضع الصحي في غزة كارثي جدا ويستدعي تدخلا دوليا عاجلا لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع، وأشار إلى أن الوزارة تواصل عملها مع كافة المنظمات الصحية الدولية لتأمين الحد الأدنى من الأدوية والمستشفيات.
المستلزمات الطبية وما يلزم من مواد لتشغيل المستشفيات، كما تعمل على إرسال وفود طبية لعلاج الحالات الصعبة في القطاع في ظل عدم سماح الاحتلال لخروج العدد الكافي منهم للخارج لتلقي العلاج اللازم. تفتتح اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء لها مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة في محاولة لتلبية ما وصفته بالطلب الهائل على الخدمات الصحية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية الأسبوع الماضي. وعلقت بعض العيادات أنشطتها بينما فر مرضى ومسعفون من مستشفى كبير في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل عمليات القصف على الجزء الجنوبي من القطاع، حيث يتواجد مئات الآلاف من النازحين من مناطق أخرى. وصرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المرضى في غزة يعانون الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الهائل على الخدمات الطبية وانخفاض عدد المرافق الطبية العاملة. قال مسؤولان في الإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح الفلسطينية للمضي قدما في توغل واسع النطاق في الأيام المقبلة. وأكد المسؤولان بحسب وسائل إعلام أمريكية أنهما غير متأكدين حاليا مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ مثل هذه الخطوة في تحدي مباشر لبايدن. وحذر أحد المسؤولين من أن إسرائيل لم تقترب بعد من اتخاذ الاستعدادات الكافية بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بتوفير الغذاء ووسائل النظافة قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليا في رفح الفلسطينية. أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية. وذكرت المحكمة في بيان أنها ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب أفريقيا الخميس وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي. ويذكر أن مصر قد أعلنت لاعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. حضرت النرويج إسرائيل مرة أخرى من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن تداعيات تلك العملية ستكون كارثية على السكان، مضيفا أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. هذا فيما اقترحت الحكومة النرويجية زيادة مساعدتها للفلسطينيين هذا العام بمقدار مليار كرونة، أي 86 مليون يورو، وذلك مع اقتراب قطاع غزة من حافة المجاعة بعد 7 أشهر من الحرب وانقطاع المساعدات. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 82 وإصابة 234 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35,173 فلسطينيا وإصابة 79,061 آخرين منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي. هذا وتواصل قوات الاحتلال قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا شمال غربي القطاع ومخيم جباليا. تواصل مصر كافة الجهود لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة بسبب العدوان الإسرائيلي. تعمل مصر على استقبال المساعدات من كافة دول العالم سواء جوا أو بحرا والعمل على تجهيزها لنقلها إلى القطاع.
جهود مكثفة وأعمال متواصلة تقوم بها مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، فكانت ولا زالت حلقة وصول العالم للقطاع وجسر المرور فوق العقبات التي تضعها قوات الاحتلال. تستقبل المساعدات برا وبحرا وجوا وتعمل على نقلها للفلسطينيين، فمصر دائما هي محطة الوصول حين تقفل الأبواب وتنقطع السبل. جهود مصر لا تتوقف عن العمل على مدار الساعة للوصول إلى تهدئة في القطاع أو تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني، حيث بلغت مساهمتها في حجم المساعدات إلى غزة بأكثر من 80% من حجم المساعدات، بل امتدت أيضاً لتكون حلقة الوصل بين العالم وقطاع غزة، فكان مطار العريش حاضراً وبقوة في استقبال طائرات المساعدات وتجهيزها على عربات الشحن لنقلها إلى غزة، بعدما قامت في وقت وجيز لتجهيز معبر رفح البرية ليكون قادرا على استقبال الشاحنات. ومنذ 12 من أكتوبر الماضي استقبل مطار العريش أكثر من 767 طائرة حملت أكثر من 18,000 طن مساعدات، بينها 626 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و141 طائرة نقلت وفودا رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم. كما أصبح ميناء العريش البحري شرق مصر على ساحل البحر المتوسط بشمال سيناء واجهة بحرية للعالم المتضامن مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، لتسيير سفن تنقل مساعدات وأخرى مستشفيات طبية عائمة تستقبل الجرحى. وتقوم فرق الهلال الأحمر المصري المكونة من مجموعات من شباب مصر باستقبال هذه السفن وتفريغ شحناتها وإعادة تحميلها على شاحنات تسير بها شرقا لنحو 50 كيلومتر لتعبر من منافذ رفح وكرم أبو سالم والعوجة في طريقها للأراضي الفلسطينية، لتكون مصر حقا هي حلقة الوصل ومحطة الوصول. ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالعاصمة البحرينية المنامة. وخلال اجتماعهم التشاوري اعتمد وزراء الخارجية العرب مشروعات القرارات وجدول أعمال القمة 33 والعمل على رفعها إلى القمة على مستوى القادة والزعماء العرب للتشاور بشأنها واعتمادها بعد غد الخميس. مملكة البحرين المنامة تتجه الأنظار بانعقاد الدورة 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، قمة عمد الجميع إلى وصفها بأنها قمة تعقد في ظروف استثنائية ووضع إقليمي صعب ومعقد فرضته الأزمة المشتعلة في قطاع غزة، لتصبح قمة المنامة واحدة من قمم عربية عدة عقدت على نار الأزمات. أهمية هذه القمة لأنها تنعقد في ظروف استثنائية تعصف بالعالم العربي ككل، ابتداء من فلسطين مرورا بالسودان باليمن الشقيق بليبيا بالصومال وغيرها من الدول حتى لبنان والعراق الشقيق. أهمية هذه القمة في أن الدول العربية تحتاج إلى توحيد مواقفها لتحافظ على استقرارها وتحافظ على ازدهارها ونموها في ظل الأخطار الممتدة التي تعصف بها. وتتطلع أنظار الشارع العربي لما سيخرج من قرارات عن اجتماع قادة العرب في ظل أوضاع سياسية متوترة ومخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إثر تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على السكان في قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي. طبعا قمة مهمة جدا في هذا الوقت بالذات اللي العالم العربي كله يعاني وعنده مشاعر تجاه ما يحصل في غزة. ما يحصل اليوم مرفوض، سفك دماء الأبرياء مرفوض، وأحب في هذه المناسبة أشكر
الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه المشرفة جدا منذ بدء هذه الأزمة. مصر كانت دائما سبحقة، من المتوقع منها أن تأخذ هذه المواقف وتستمر في أخذ مواقف مشرفة جدا للعالم العربي. انعقاد القمة العربية يأتي مع استمرار الأزمات السياسية والأمنية في عدة دول، كما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن وفي الصومال. ونتحول للمنامة وموفد التلفزيون المصري محمد عبد الله. محمد، يعني انقل لنا أحدث التفاصيل بشأن التحضير لقمة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة. نعم حكمة، يعني منذ صباح باكر غدا تستقبل مملكة البحرين القادة والزعماء والرؤساء المشاركين في القمة 33 هنا في المنامة. ثلثي الزعماء والقادة والرؤساء والحكام العرب سيحضرون هذه القمة وأكدوا حضورهم، أما من لم يحضر على مستوى القادة فسوف يمثل في القمة بوفد رفيع المستوى، هو نجاح للدبلوماسية البحرينية وأيضا نجاح لمؤشر لنجاح هذه القمة. يعني إذا أردنا أن نتحدث أكثر عن الاستعدادات اللوجستية، مملكة البحرين أتمت استعداداتها اللوجستية منذ بداية هذا الأسبوع تحضيرا لهذه القمة من الاجتماعات التحضيرية التي استضافتها مملكة البحرين. أيضا غدا إن شاء الله هي أجازة رسمية في هنا في البحرين لكافة المصالح الحكومية والمدارس والجامعات، نظرا لحالة الطوارئ الموجودة لاستقبال المملكة للرؤساء والزعماء المشاركين من القادة العرب المشاركين في القمة العربية 33. هذه القمة لها ظروف خاصة، رغم أنها دورة عادية ولكنها لها تحيطها ظروف استثنائية وتأتي ضمن القمم التي شهدت تحديات جسام. نتذكر قمة 1956 في بيروت والتي عقدت لدعم مصر إثر العدوان الثلاثي عليها، قمة 1976 في الرياض وفي المملكة العربية السعودية لوقف حقن ووقف نزيف الدم اللبناني، 1990 القمة الغامة التي عقدت بعد الغزو العراقي للكويت، 2002 قمة بيروت ومبادرة السلام العربية، 2022 قمة الجزائر التي أطلق عليها قمة لم الشمل، نعم. وأخيرا 2023 قمة جدة، قمة الجسور المفتوحة والتي تمت دعوة فيها للرئيس السوري بشار الأسد وحضر هذه القمة، ومن المقرر أيضا أن يحضر هذه القمة بعد أن تم توجيه الدعوة رسمية للرئيس السوري لحضور هذه القمة. إذن نحن نشهد قمة مختلفة مثل بقية القمم التي ذكرناها نظرا للأحداث الجسام، وبالأخص فيما يتعلق بالملف الفلسطيني والتطورات الحاصلة في الملف الفلسطيني، فهي قمة تحطها ظروف استثنائية بامتياز، ويترقب الشارع العربي هنا والمواطن العربي فيما ستسفر عنه هذه القمة في كيفية التحرك العربي والتعامل العربي مع التطورات الحاصلة في الملف الفلسطيني الإسرائيلي. نعم محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري إلى المنامة، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم للتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه، ويستند إلى المرجعيات الأممية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات والجهود الخليجية والعربية ذات الصلة. وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المنعقدة في المنامة، شدد شكري على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، كما أكد شكري على موقف مصر الثابت إزاء دعم اليمن حكومة وشعبا والتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي بما في ذلك من خلال استئناف عمل آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين وبرئاسة وزيري الخارجية هذا. وحرص شكري على الاستماع لتقييم نظيره اليمني لمستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن تقييمه للجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية وإرساء الهدنة والسلام في البلاد.
عقد سامح شكري ونظرائه الأردني والعراقي أيمن الصفدي وفؤاد حسين اجتماعا تشاوريا في إطار آلية التعاون الثلاثية. وخلال الاجتماع جدد شكري التأكيد على الموقف المصري الثابت بدعم استقرار العراق والأردن ضد أي محاولات للنيل منهما، وأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. وتطرق الاجتماع أيضا إلى التأكيد على أهمية دخول المشروعات المشتركة المتفق عليها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت. والاجتماع تناول أيضا آخر المستجدات المتعلقة بجهود مصر للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التشديد على الموقف المصري الداعي للإنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية، وكذا التحذير من مغبة تصعيد الجانب الإسرائيلي على المنطقة. أكد وزير الخارجية سامح شكري على وجود توجيهات رئاسية بتطوير العلاقات مع العراق في شتى المجالات، مع التأكيد على الموقف المصري الداعم بشدة لأمن واستقرار العراق وترحيب مصر الكبير بما شهدته السنوات الماضية من تطور في علاقات الجانب العراقي مع محيطه العربي. جاء ذلك خلال لقائه بنظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين على هامش المشاركة في فعاليات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لإعداد القمة العربية، حيث أشار شكري إلى عقد أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين في يونيو 2023، والعمل على خروجها بنتائج تسهم في دفع مختلف أطر العلاقات ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويترجم الإرادة السياسية لتطوير العلاقات على واقع ملموس. من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشددا على ما تتسم به من روابط تاريخية وثيقة تستوجب استمرار التنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء مختلف التحديات التي تعصف بالمنطقة. أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن مخرجات القمة العربية 33 في المنامة ستعكس بشكل واضح إصرار الدول العربية على دعم القضية الفلسطينية. وأضاف السفير حسام زكي خلال حواره مع التلفزيون المصري أن هناك رفضا عربيا للعملية العسكرية في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه العملية سيكون لها تداعيات سلبية على الاستقرار في المنطقة. معالي السفير، نتحدث عن الجهد المصري في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية والتوترات الحاصلة على الحدود المصرية في رفح المصرية، كيف فندم ستتعامل القمة العربية 33 مع هذا الأمر؟ هناك موقف واضح من القمة ستطلعون عليه يوم الخميس إن شاء الله، موقف واضح في رفض وإدانة كل التحركات التي قامت بها إسرائيل في موضوع رفح، وأعتقد أنه يعني من المهم أن يلتفت الجانب الآخر إلى ما تقوله مصر وما يقوله العرب في هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع ممكن يكون له تبعات سلبية كبيرة على الاستقرار في المنطقة. فندم، هل مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة وتمسك بها العرب في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية؟ مبادرة السلام العربية قائمة وموجودة على الطاولة ولم تتغير ولم تتبدل ولم تسحب، هي مبادرة عربية وموجودة ونحن راضون عنها والدول العربية راضية عنها، وهي تحرج الجانب الآخر لأنها تظهر بمظهر الرافض للسلام وغير القادر على أنه يتعاون ويتعامل بشكل جدي مع الطرح العربي في السلام، فبالتالي من المصلحة بقائها كما هي. كيف تتعاملون مع تطلعات الشارع العربي للخروج بقرارات تتعامل مع الأزمات العربية؟ الشارع العربي له طموحات كبرى دائما، لا نلوم عليها، لا نلوم عليها، بالعكس متفهمة، ولكن دائما نشرح حدود المعقول وحدود الممكن الذي يمكن للقادة ان هم يتخذوا من قرارات حتى يوازنوا ما بين المصالح العربية في مجملها ومساعدتهم لهذه القضية او تلك من ناحية تانية، فهي
مسائل دقيقة جدا تحتاج وتوازنات دقيقة جدا. نثق أن النخب العربية تفهمها، نتمنى أنها تفهمها بالشكل المضبوط، وهي يعني مسألة حقيقة يعني معضلة دائما تواجه متخذ القرار العربي ما بين طموحات الرأي العام وما بين ضرورات السياسة والواقعية السياسية. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. مدبولي يلتقي وفد يونيسف ويؤكد الحرص على إتاحة تجربة منصة بنك المعرفة المصري للدول الأخرى. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما تليه الدولة المصرية من أهمية لقطاع التعليم والبحث العلمي، والعمل على سعيها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات للارتقاء بالعملية التعليمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي لوفد منظمتي اليونسكو واليونسيف لاستعراض أوجه التعاون دعما للعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية. وأشار رئيس الوزراء إلى التجربة الرائدة التي تمنح نحوها المنصة الإلكترونية الخاصة ببنك المعرفة المصري لمختلف الباحثين والطلاب. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملفات العمل بوزارة النقل، وخلال الاجتماع تابع رئيس الوزراء بدء التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق المقرر له غدا بإجمالي 5 محطات جديدة لخدمة المواطنين، وكذلك التشغيل التجريبي ل10 سيارات تاكسي كهربائية داخل العاصمة الإدارية اعتبارا من الغد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة الموقف الخاص بسياحة اليخوت وتعظيم الموارد من هذه السياحة. وخلال اجتماع عقده لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، أكد مدبولي أن هناك اهتماما بتيسير إجراءات دخول اليخوت والترويج المستمر لهذه السياحة، خاصة أن مصر تمتلك مقومات مهمة تسهم في ازدهار هذا القطاع المهم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه طلب الاجتماع مع مسؤولي المجالس التصديرية المختلفة كل على حدة بهدف العمل على دفع الصادرات في الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة صناعة مواد البناء. وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية الانتظام في صرف مقابل الأعباء التصديرية، لأن برنامج رد الأعباء من أهم أسباب زيادة الصادرات. نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارة لوفد من القيادات الشبابية الإعلامية العالمية من 22 دولة مختلفة، ذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني والتعريف بجهود الدولة المصرية وما وصلت إليه من تطوير وتحديث في شتى المجالات. تضمنت الزيارة عرضا تقديميا عن تطور المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية، أعقبها جولة للمنشآت التعليمية والتدريبية والقاعات الدراسية التي تم تصميمها وفقا لأحدث الأسس العلمية الحديثة. وأعرب الوفد عن شكرهم للقوات المسلحة عن تنظيم مثل هذه الزيارات للتعريف بمنظومة التأهيل داخل الأكاديمية. أكاديمية الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية يستقبلان وفدا من وزارة الشباب والرياضة، وضم الوفد الشباب المشاركين في برنامج ملتقى القيادات الإعلامية الشبابية للاطلاع على آليات إعداد رجل الشرطة ومنظومة الإعلام بوزارة الداخلية.
بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء والمساهمة في تبادل الخبرات بين الشباب في دول العالم، وفي إطار التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، استقبلت أكاديمية الشرطة الشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، والذين يمثلون عدداً من دول العالم إضافة إلى مصر، لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة آليات إعداد رجال الشرطة. بيشارك معانا طلاب كلية إعلام الجامعات المصرية والجامعات العربية وكمان الجامعات العالمية. النهاردة مشارك معانا دول أجنبية كتير جدا. الرسالة والهدف الأسمى لتلك الزيارة هي إرسال صورة أكاديمية الشرطة إلى مختلف دول العالم من شباب الإعلام بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية ووزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة. الولاد كلهم كان عندهم صورة ذهنية عن الأكاديمية من خلال اللي بيشوفوه في التلفزيون وفي الإعلام. النهاردة هم كانوا فخورين جدا إن هم في نفس المكان اللي موجودين فيه، اللي كانوا بيشوفوا الحاجات دي فيه في التلفزيون. هؤلاء الشباب شاهدوا من خلال فيلم تسجيلي ما تملكه الأكاديمية من إمكانات ومرافق تدريبية وتعليمية متطورة تسهم في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية. اسمحوا لي أن أعبر عن خالص الشكر لهذه الأكاديمية الشرطية، وقد حصلت على عديد وكثير من المعلومات لهذه الأكاديمية. تفاجأت جدا بالجاهزية العالية والدقة الحديثة اللي موجودة هنا في الأكاديمية، وأتمنى أن الوطن العربي يكون في هذا المستوى. أشعر بسعادة غامرة أن أنا حضرت اليوم واستفدت الكثير من هذا الصرح العظيم الذي أقيم في هذه الأكاديمية. كما شهدت الزيارة تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان دور الإعلام الأمني في التواصل مع المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي، وترجمة واقعية لهذه الندوة التي تؤكد ما تتمتع به وزارة الداخلية من قدرات إعلامية كبيرة. قام الشباب بزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للاطلاع على التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الإعلامية بالوزارة في أداء رسالتها في التواصل مع المجتمع وكافة وسائل الإعلام، وبث رسائل مقروءة ومسموعة ومرئية للتعريف بجهود الوزارة وأنشطتها. شفنا قد إيه بيتم استخدام آليات متطورة جداً علشان تسهل من وصول المعلومة للجمهور، فكان الموضوع مميز لينا جداً. وزارة الداخلية إن هي بتهتم جداً بإصدار البيانات موثقة بالصور عشان إن هي تكون فيها كمية مصداقية كبيرة جداً للجمهور. دي أنتوا بتتابعوا كافة الأخبار وإزاي بتقدروا تتحققوا من الأخبار وتردوا لو في أي شائعات، وبيكون الموضوع ده كله بيكون بسرعة عاجلة. أثنى الشباب على الإمكانات الكبيرة التي يملكها القطاع وسرعته في التواصل والرد على الاستفسارات بشكل احترافي وإعداده المواد الإعلامية المختلفة التي تبث عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، وحرصه على أن تكون دقيقة وذات بعد وطني. دخلنا الاستديو وشفنا ازاي بيتم انتاج المواد الاعلاميه الخاصه بالقطاع، بتنتج على مستوى عالي جدا من الجوده الاعلاميه، سواء على مستوى الصوت او على مستوى التصوير او على مستوى المحتوى. في هنا تقنيات مختلفه كبيره جدا، في اجهزه مجهزه باحدث التقنيات، وده اللي بيخلي المركز دايما في افضل صوره طول الوقت. في جهود انا بصراحه انبهرت بيها، تكنولوجيا الاستوديو بتاع المكان مجهز باكمل وجه. طريقه التقديم مش طريقه تقديم معلومات قد ما هي فعلا مكان، يعني فيلم ممكن تستمتع بيه وممكن تشوفه. زيارات تؤكد على الرياده المصريه في مختلف مجالات العمل الامني والرغبه في التواصل المجتمعي الذي يحقق الاستفاده لهؤلاء الشباب ويطلعهم على الامكانات الامنيه المصريه المتطوره التي تسهم في تحقيق الامن والاستقرار. زيارات متتالية يستقبلها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للاطلاع على المنظومة الإعلامية للوزارة، والتي تسهم في الرد على الشائعات وإعداد مواد فيلمية متنوعة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية لإطلاع المجتمع على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
أطلق مجلس الدولة منظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة. وتأتي عملية التحول الرقمي كخطوة ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لما لها من أثر في سرعة الفصل في القضايا. بالتزامن مع انطلاق التشغيل الفعلي لبرنامج التحول الرقمي والميكنة في التقاضي، جاء إطلاق منظومة القضاء الإلكتروني خلال افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة. يأتي احتفالنا اليوم بافتتاح هذا المبنى متزامنا مع بدء التطبيق الفعلي للتحول الرقمي والميكنة في التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، وما كان هذا النجاح غير المسبوق ليتحقق لولا الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الدولة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية. النقطة الجديدة في المبنى ده أنه كان أول مبنى مجهز بمتطلبات البنية التحتية للتحول الرقمي. المبنى فيه السيرفرات والتجهيزات اللي مرتبطة بالديوان العام وباقي فروع المجلس الدولة. المبنى الجديد يحقق مفهوم العدالة الرقمية باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي وسرعة الفصل في القضايا وتبسيط الإجراءات على كافة أطراف النزاع. المبنى مجهز بالكامل بشبكة مؤمنة ومركز بيانات رئيسي بالمبنى بيخدم أكتر من 1000 مستخدم مع كل معايير الجودة والأمان المتوفرة حاليا. مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة يضم عدد 32 دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري من إجمالي عدد دوائرها البالغ 122 دائرة على مستوى الجمهورية. وقفة الاقتصادية بنشرة التاسعة. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك حكمة عبد الحميد، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. توجهت الجهود الاقتصادية المصرية نحو تحقيق الاستدامة والمرونة، وذلك من خلال تنويع السياسات المالية وتعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية. وتتجلى هذه الجهود في التقارير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري. أكدت مؤسسة التمويل الدولية أنها ستضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعما للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا، وذلك في قطاعات رئيسة من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل. أوضحت المؤسسة أن هذه المشروعات تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة وشركات متوسطة الحجم، وتشمل برنامجا استشاريا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.
في أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بتقليص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج. وصعدت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 1.2% لتبلغ نحو 83.55 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% ليبلغ نحو 79.30 دولار للبرميل. كما قفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.6% لتصل إلى $2.43 للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.3% لتسجل نحو $2.25 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024. أكدت أوبك أنها ستحول التركيز إلى الطلب المتوقع على النفط الخام من تحالف أوبك بلس، ويشير ذلك إلى أن التحالف هو الآن المنصة الرئيسية للتعاون لدعم سوق النفط. أشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2,250,000 برميل يوميا في عام 2024، وبواقع 1,850,000 برميل يوميا في عام 2025. توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى نهاية عام 2024، مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقيق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول. تأتي تعليقات باول بعد وقت قصير من صدور بيانات جديدة أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في أبريل بوتيرة أسرع من المتوقع، وهي إشارة محتملة إلى تزايد الضغوط على أسعار المستهلكين. هذا وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو. كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة من الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية تشمل السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية. وبتلك الخطوة يخاطر بايدن بمواجهة مع بكين في عام يخوض فيه الانتخابات الرئاسية في محاولة لجذب الناخبين الذين لا تروق لهم سياسته الاقتصادية. توعدت الصين على الفور بالرد، مؤكدة أنها تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وستتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، داعية الولايات المتحدة إلى إلغاء هذه الإجراءات. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لحكمة وصحة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانونا سريا في الولايات المتحدة. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الرئيس بايدن قد وقع سلسلة تاريخية من الإجراءات من شأنها تعزيز أمن الطاقة والاقتصاد في الولايات المتحدة من خلال تقليل الاعتماد على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية والتخلص منه في نهاية المطاف. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة مرة ثانية، وفاطمة خليل إليك يا فاطمة. شكرا حكمة، شكرا سحر، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه الجولة الرياضية. فاز فريق سموحة على اتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن مباراة الجولة 23 من بطولة دوري الممتاز. بهذه النتيجة احتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة.
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة طلاء الجيش والإسماعيلي في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن الجولة 23 من الدوري الممتاز. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 26 محتلا المركز 12 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما يحتل طلاء الجيش المركز 9 برصيد 29 نقطة. وإلى الدوري الإنجليزي، حيث يحل بعد قليل مانشستر سيتي ضيفا على توتنهام في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من الدوري. يحتل السيتي وصافة ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، أما توتنهام فيحتل المركز 5 برصيد 63 نقطة. في الدوري الإسباني يحل بعد قليل الافيس ضيفا على ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو في إطار مواجهات الجولة 36 للدوري. يتصدر ريال مدريد ترتيب برصيد 90 نقطة، فيما يحتل الافيس المركز 11 برصيد 42 نقطة. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل مدافعه الفرنسي رافائيل فاران نهاية الموسم الجاري. ضم فاران ليونايتد في يوليو عام 2021 قادما من ريال مدريد الإسباني بعد 10 سنوات قضاها داخل صفوف النادي الإسباني. وشارك فاران في 30 مباراة خلال الموسم الجاري في مختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد في 21 لقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لسحر وحكمة الاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل. حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفقا لتصنيف تايمز البريطانية للجامعات الشابة لعام 2024، والمركز رقم 106 عالميا. وصرح رئيس الجامعة المصرية اليابانية عمرو عدلي أن حصاد الجامعة للمركز الأول في مصر يعد نتاج الدعم الكبير من الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة ولدعم مجلس أمناء الجامعة وهيئة الجايكا. مرة ثالثة وأخيرة وفاطمة خليل. وإليك الأنباء بشأن الطقس. شكرا سحر، شكرا حكمة، وأهلا بكم مشاهدينا. وهذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 19، الإسكندرية 26-16، مطروح 25-16، بورسعيد 24-16، الإسماعيلية 30-17، وجوها حار. بالنسبة لي السويس 30-16، العريش 26-17، طابة 27-19، شرم الشيخ 32-22، الغردقة 32-22، وجوها أيضا حار. بالنسبة لي الأقصر 35-21، أسوان 34-22، الوادي الجديد 34-20، شلاتين 32-21، حلايب 29-30، وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. طالبنا إنسانية. وقف لإبادة فورية. وقف قبل أنت لازم تطلعنا معك. بأبرز لقطات اليوم تنتهي نشرة التاسعة ويتبقى التذكير بالعناوين. مصر تؤكد رفضها سياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي تتبعها إسرائيل، وتشدد على أن الاحتلال هو المسؤول الوحيد عن الكارثة التي يواجهها القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على غزة، وأكثر من 80% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في القطاع تخرج عن الخدمة. شكري يترأس وفد مصر باجتماع مجلس جامعة الدول العربية ويحذر من مغبة تصعيد الجانب الإسرائيلي على المنطقة. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. ويوسف الحسيني، ازيك يا حكمة؟ ازيك يا فاطمة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد يا رب تكون كل حاجة بخير. خلاص يومين بإذن الله، ويبقى يوم الخميس والقمة العربية في البحرين، يا رب نطلع بقرارات مهمة يبقى من شأنها انها تحل ولو جزء من الوضع يعني. ان شاء الله يا رب يا مسهل. اشكركم جدا، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.